السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا باشمهندسين؟ كل عام وانتم بخير. ان شاء الله هنبدأ مع بعض كورس البروتكتيف ديفايسز اند سيستمز او سويتش جير اند بروتكشن، وده من الكورسات المهمة جدا للباور انجينيرنج ومهندس كهرباء بالذات. لازم يكون بعد ان شاء الله ما يتخرج يكون عارف الكورس ده كويس، لانه الكورس ده مكون من جزئين. جزء البروتكشن زي ما بيقولوا كده هو العقل بتاع الحماية عندي او الكنترول في شبكة الكهرباء، والجزء الثاني اللي هو بينفذ الكلام ده اللي هو سيركت بريكر او سويتش جير. ان شاء الله الجزء البروتكشن هيشتغل معاكم فيه الدكتور احمد صابر، وباذن الله انا هشتغل معاكم الجزء بتاع السيركت بريكرز او سويتش جير. لو جينا بصينا المفروض في الكورس ده تعرف ايه، هنتكلم شويه عن يعني ايه سيركت بريكر، وبعدين نتكلم على شويه عن الفولتس والفولت دوريشن مكون من ايه او الفولت كليرنج تايم، وهنتكلم على البرنسيب اوف ارك انترابشن ازاي الميكانيزم بتاع الارك ممكن ان انا اطفيه، وبعدين الاجزاء السيركت بريكرز مين بارس اوف سيركت بريكر، وهنتكلم بقى شويه كده لو حصل سادن شورت سيركت في دايره ار ال او ار سي اللي يحصل فيها، وبعد كده نتكلم لما تيجي ازاي تختار سيركت بريكر. هتكلم على الريتد سيركت بريكر كوانتيتيز زي ما احنا شايفين اهو. بعد كده برضو في نقطة مهمة جدا اللي هو ريكفري والسترايكنج فولتج، هنتكلم عليهم يعني ايه ريكفري ويعني ايه سترايكنج فولتج وازاي تحسبه، وبنتكلم بعد كده على الديوتي بتاع السيركت بريكر بالذات اندر فولت كونديشنز، وطبعا مش هننسى انواع السيركت بريكرز والتيست اللي ممكن تتعمل على السيركت بريكر. ان شاء الله يكون كورس جميل ونستعيره مع بعض، ونحاول ان احنا ان شاء الله نشتغل في هذا الكورس. احنا هيبقى عندنا ان شاء الله تقريبا في تاسك مطلوبة مننا كل محاضرة أو اثنين، بحيث إن احنا نقدر نجمع الكورس ده. هنبتدي أول حاجة، احنا قلنا الكورس متكون من جزئين اللي هو سويتش جير، نتكلم أهو يعني أنا زي ما اتفقنا مع بعضينا الكورس في ناس بتسميه سويتش جير أند بروتكشن. سويتش جير تمام أند بروتكشن. احنا قلنا الجزء البروتكشن هيدي الدكتور احمد صابر. النهارده هنتكلم على السويتش جير. يعني ايه بقى سويتش جير؟ لو جينا نتكلم سويتش جير يعني ايه؟ السويتش جير ده اللي هو السويتشز او الديسكونكتورز او السيركت بريكرز او غيره، يعني انواع كتيره مختلفه في الباور نتورك بتاعتي. النهارده هنتكلم على يعني الاول بس مقدمه، هنعرف سويتش جير وفين السيركت بريكر من السويتش جير ده. اول نوع من السويتش جير بيسموه اللي هو ايزوليتور او الديسكونكتور. الايزوليتور او الديسكونكتور ده بيعمل ايه؟ بيقول لك هنا only suitable for opening at node، ده بيقدر يفصل الدايره عند الايه؟ النود. يعني مثلا لو انا عندي ترانسفورمر اهو، وانا عندي هنا جنريتور معايا، فانا باجي هنا واروح حاطط اللي هو الديسكونكتور ده قبل الترانسفورمر زي ما احنا شايفين كده. طبعا في سيركت بريكر هنا اهو، ده بيتحط قبل السيركت بريكر زي ما احنا شايفين، ده ديسكونكتور. طب الديسكونكتور ده فايدته ايه او هو وظيفته ايه؟ زي ما احنا شايفين كده هو ده يقدر يفصل الدايره خلاص عند النلو. طب انا عندي النلو عايز افصل الدايره ليه؟ تعال نبص كده. لو جينا الجزء بتاعنا يبقى احنا اتفقنا عندنا جنريتور اهو، وباجي الديسكونكتور اهو خلاص، وبعدين حطينا هنحط السيركت بريكر بتاعنا هنتكلم عليه بعد شويه، ده السيركت بريكر اهو. وبعد كده زي ما احنا شايفين ممكن احط كمان ديسكونكتور وبعدين ترانسفورمر بتاعي. خلاص يبقى انا طبعا هنا اللود اهو موجود بعد الترانسفورمر. لو انا دلوقتي عايز ترانسفورمر في الخدمه، يعني ده الثلاثه دول مفصولين او الثلاثه دول موصلين، انا موصل الديسكونكتور ده والسيركت بريكر ده برده متوصل، وبرده الديسكونكتور ده متوصل. فانا دلوقتي عشان افصل الباور عن الدايره دي، لو انا عندي لود هنا وعايز افصل الباور عنه او عايز افصل المحول ده، هعمل ايه؟ اول خطوه اروح افتح السيركت بريكر ده. السيركت بريكر ده بعد ما فتحته هتبقى العينه في الدايره بكام؟ اروح شايل ده كده اهو، احول الستيتس بتاع السيركت بريكر ده اهو من حاله اللي هي الاون لحاله الايه؟ الاوف، فده هيبقى التو كونتاكت كده مفتوحين. يبقى الاي طالما فتحت الدايره يبقى الاي في الدايره دي بكام؟ برافو، الاي دلوقتي بصفر. طيب طالما الاي بصفر خلاص، انا دلوقتي اما لو انا عايز اعمل صيانه في السيركت بريكر ده، السيركت بريكر ده التو كونتاكت بتاع واحد من هالي مش متوصل على حاجه، ترانسفورمر اهو فاضي معلوش، واللود دلوقتي خلاص معلوش حمل خلاص، لكن من الناحيه الثانيه بص كده الكونتاكت من هنا ده، الكونتاكت ده متوصل على
الديسكونكتور اللي هو متوصل على الجنريتور، فهو عليه هنا جهد. لو انا بتكلم على ميديم فولتج ولا هاي فولتج، زي مثلا ده 13.8 مثلا على 400 فولت خلاص، فانت هتلاقي ان الكونتاكت هنا ده عليه 13.8. طبعا 13.8 كيلو فولت رقم كبير جدا، ما يقدرش العامل بتاع الصيانه لو عايز يعمل صيانه في السيركت بريكر ده مش هيقدر يقرب على السيركت بريكر. طب امال الحل يعمل ايه؟ لازم ان احنا نفصل السيركت بريكر ده الاول واتاكد ان هو جد، ان هو ما فيهوش اي كهرباء خالص، وبعدين اخش طب انا ابتدي اعمل عليه صيانه. طب اعمل الحركه دي ازاي؟ ان انا بحط ديسكونكتور هنا خلاص، طالما التيار بصفر اقدر افتح الديسكونكتور ده بسهوله. هروح فاتح الديسكونكتور ده، اغير الستاتس بتاعته اهو، يبقى انا هشيل الستاتس ده واحوله اوف، هفتحه. طالما فتحته اصبح الكونتاكت هنا بتاع السيركت بريكر زي ما شايفين كده خلاص ما عليهاش جهد، ممكن اشتغل في السيركت بريكر. طبعا انا برضو عشان لو في كباسيتنس مشحونه ولا حاجه ما اكتفيش بكده، بيبقى في هنا عندي اير سويتش اهو. الاير سويتش برضو ده عباره عن ديسكونكتور، بعد ما بفتح ده بروح موصل الاير سويتش ده اروح قافله كده، فلو في اي كباسيتنس هنا وصلت للجراوند يبقى انا بالتالي اقدر اعمل الصيانه اللي عايزها في سيركت بريكر بدون اي مشاكل. كده الجهد اصبح زيرو من الطرفين على سيركت بريكر واقدر ايه اشتغل. يبقى اذا الديسكونكتور وظيفته ايه؟ ان هو يفصل الدايره ساعه الايه؟ ساعه النور. طيب هل لو الدايره شغاله اقدر افصل ده؟ طبعا يستحيل، هيحصل هنا عرق كبير جدا ويحصل ممكن يحصل انفجار في الدايره بتاعتي. يبقى اذا الديسكونكتور هو سويتش، السويتش ده هدفه او وظيفته ان يفصل الدايره امتى؟ برافو، لاحظ الايه؟ النو لود، او في حاله النو لود لما يكون التيار بزيرو. طبعا يبقى النو لود يبقى انا بتكلم على تيار بزيرو. خلاص؟ يبقى احنا ده اول جزء في الايه؟ في المحاضره بتاعتنا اللي هو الايزوليتور. طيب في ايه تاني غير الايزوليتور؟ في حاجه اسمها اللود بريك سويتش. ايه اللود بريك سويتش ده بقى؟ ده بيقول لك بيقدر اوبن وكلوز الدايره، بيقدر يوبن ويقدر كلوز الدايره اندر لود كونديشن. ده في حاله الايه؟ في حاله اللود. غالبا طبعا في مانوال لود بريك سويتش وفي اوتوماتيك لود بريك سويتش. خلينا مثلا في المانوال لود بريك سويتش ده بيستخدم ايه؟ لو انت عندك حمل ولا حاجه، او انت عندك اهو، نمسح بقى الحاجات دي اهو. لو انت عندك لود اهو، وادي الجنريتور بتاعي خلاص، اتفقنا فيه سيركت بريكر ولا غيره، السيركت بريكر موجود معايا، وانا عايز ابتدي اوصل اللود ده على الايه؟ الجنريتور. ما بستخدمش السيركت بريكر ده غالي في الدايره. طبعا قبل ما ننسى الديسكونكتور ده رخيص، سعره رخيص زي ما شايفين كده. اللود بريك سويتش اغلى شويه خلاص، لكن ارخص من السيركت بريكر، فانا ما بستخدمش السيركت بريكر في الفتح والقفل، لكن ده بستخدمه في حاله الفولت بس. فانا هنا لو انا عايز اوصل اللود ده بحط هنا اللي هو اللود بريك سويتش اللي هي دي اهو، السكينه بتاعتي اللود بريك سويتش خلاص، دي متوصله من هنا، واروح انا مانوال ولا حاجه اروح انا موصل السكينه دي، فانت كده وصلت الايه؟ اللود بتاعك على الدايره اللي هو مطلوب وشغال خلاص. لو انت خلاص خلاص الحمل بتاعي ده زي مثلا مطلوب بشغل حاجه خلاص عايز تفصل، بتروح فاتح السكينه دي مانيوال خلاص. يبقى لود البريك سويتش ممكن حتى ليه اشكال ممكن نتفرج عليها اهو، نبقى نرجع تاني معلش اهو، بص كده ادي الديسكونكتور بتاعي اهو خلاص، ده بنتكلم عليه او ده ميديم بورد ديسكونكتور، بقدر بيقدر يفتح، وده غالبا بيبقى فيه موتور ولا غيره، بيقدر بقدر افتح واقفل الدايره منه. اللود بريك سويتش بص كده هو سكينه خلاص، ممكن 3 فيز زي ما انا عامل، بتبتدي ان انت تحركها في الاتجاه بتاعي، يا اما اتحركها في الاتجاه ده كده خلاص، او ارجعها للبوزيشن بتاعي، سواء ده وضع الاوف زي ما شايفين، وادي الوضع الاون بتاعي اهو، فده بقدر اوصل وافصل منها اللود. طبعا ده يندر طالما ان انت شغال اندر لود كونديشن تقدر تشغلها وتفصلها بسهوله. فدي اللود بريك سويتش أو اللي أو ممكن ليها شكل تاني زي ما احنا شايفين خلاص. برضو هنا دي سكينه اهي، بقدر زي ما انت شايف اغير البوزيشن بتاعها، فاقدر افتح الايه؟ اقدر افتح واوصل الدايره خلاص. يبقى فهمنا كده يعني ايه اللود بريك سويتش. يبقى اللود بريك سويتش هو شبه الديسكونكتور خلاص، بس الوظيفه بتاعته او اللي يقدر يوصل، يقدر يفتح الدايره ويوصلها في حاله اللود، لكن ما يقدرش في حاله الفولت كونديشن. نيجي بعد كده الجهاز الاهم فيهم، يمكن الكورس كله بيتكلم عليه، اللي هو السيركت بريكر اللي هو القاطع بتاع الدايره. ده بقى يعمل ايه القاطع ده؟
ده اللي هو البريس بتاع الدايره ده اللي يقدر يوبن وكلوز الدايره اندر لود وكمان اندر ايه فولت كونديشن خلاص. فده طبعا بيقدر يفتح ويقفل الدايره في حاله اللود وفي حاله الفولت كونديشن، وده ثمنه غالي، وده اللي بقدر اتحكم فيه ان انا اديله السيجنال لو حصل فولت ولا حاجه هو اللي يقدر ايه يفتح الدايره. طبعا ده ثمنه غالي، هو بس استخدموش في الفتح والقفل في التوصيل العادي عشان ما يبص، وبالتالي ممكن استخدم حاجات تانية زي الود بريكس ويتش او الايه كونتاكتور اللي هنتكلم عليه. طيب الحاجه اللي بعد كده اللي هو الكونتاكتور، الكونتاكتور ده وظيفته ايه؟ زي ما احنا شايفين ده الكونتاكتور ده عباره عن نوع من اللود بريكس ويتش خلاص، بس ده بيشتغل بكل معين نبصين عليه. الكونتاكتور بتاعي هيبقى زي مثلا ادي برضه عندي جنريتور اهو خلاص، وعندي هنا في الحاله دي موتور، ده موتور يا باشمهندسين اهو خلاص، وادي السلك بريكر بتاعي خلاص. هاجي هنا عايز اوصل الموتور بتاعي هنا، اعمل ايه؟ اروح جايب حاطط الكونتاكتور ده في الطريق بتاعي. لو انا عملت هنا لو انا عايز ارسم السري فيس بتاعه زي مثلا كده، ادي الكونتاكت بتاعتي اهي، هناخد الحته دي نرسمها سري فيس، نكبرها شويه بره اهو. هيبقى انا عندي هنا دراع كده خلاص زي مثلا حاجه بالمنظر ده كده، وفي هنا كونتاكت، في كونتاكت كده، وبعدين بيبقى في عندي كويل هنا. الكويل ده طبعا ده زي ما شايفين كده ده حديد خلاص، وده الحديد ده داخل جوه الكويل ده. لو انت اديت جهد هنا، لو انت رحت مدي الكلام ده اديت له جهد 220 خلاص، هيروح الحديد ده هيبتدي يحصل له اتراكشن لفوق، يبتدي يقفل البوينت دي خلاص. يبقى ده بالنسبه لي الكونتاكتور اهو زي ما انت شايف بيعمل ايه، لو انا اديت له جهد بيروح قافل الكونتاكت بتاعته، فيقدر يوصل الكهرباء للموتور بتاعي خلاص. يبقى ده عباره عن سويتش بس شغال زي ما احنا شايفين كده، ليه كويل. الكويل ده بقدر اديله سيجنال، السيجنال بتاعتي بتبتدي ان هي توصل الكهرباء على الموتور، او ان هي اشيل منه السيجنال فالبوزيشن ده ترجع للوضع الاصلي بتاعها خلاص، وبالتالي تفصل الكهرباء عن الموتور. فده بيستخدم زي ما شايفين كده في اللون اوف بتاع الموتور زي ما احنا شايفين، فده يقدر يشتغل برضه في حاله اللي هي اللود كونديشن تمام. وبعدين بقدر اعمل كنترول اللي هو البسيط اللي هو بتاعنا، لو في اوفرلود او حاجه بروح بخليه يفصل الكهرباء هنا عن الكويل ده، فبالتالي بقدر احمي الموتور في حاله الفوق اللي هي الايه الاوفرلود. يبقى انا عندي الكونتاكتور ده عباره عن مفتاح بس شغال زي ما شايفين كده بايه، شغال عن طريق كويل، والكويل ده بقدر اديله سيجنال ان انا اتحكم فيها ان انا اقدر اعمل اون اوف للموتور بتاعي، يبقى فيه سويتش هنا للاون وسويتش تاني كده للاوف خلاص، بحيث ان انت لو ضغطت على الاون يدي سيجنال للكويل ده تبتدي تشتغل الموتور، او لو ضغطت على الاوف يبتدي يشيل السيجنال من على الكويل يبتدي يفصل الباور عن الموتور بتاعي. طبعا ده برضه من الحاجات اللي هي المهمه جدا بتستخدم في فريكوانت اوبريشن بالذات مع الموتورز والحاجات المهمه دلوقتي، طبعا بتستخدم برضه مع الاناره. لو انت عندك مطارد كبير، عندك فندق، عندك غيره، بدل ما اقعد استخدم السويتشز العاديه بستخدم الكونتاكتورز علشان اتحكم فيها. برضه من النقاط المهمه نقاط لايتنج ستريت لايتنج للاضاءه بتاع الشوارع، بظبط الكلام ده يا اما بستخدمه اللي هو فوتو سيل ولا حاجه، بحيث ان الاضاءه تمشي اخر النهار يبتدي ده يشيل لقط الكونتاكت بتاعه ويشتغل اوتوماتيك. يبقى الكونتاكتور ده من الحاجات المهمه، ويقدر يوصل زي ما احنا شايفين في حاله اللود وبديله سيجنال زي ما انت شايف كده، لكن طبعا ما يقدرش يشتغل في حاله الايه؟ الفولت كونديشن خلاص. يبقى ده بالنسبه لي اللي هو الكونتاكتور خلاص، ده بيستخدم تمام بالذات على فريكوانت، يقدر فريكوانت اوبريشن ان انت توصل منه وتشغل منه، هو ده بالنسبه لي ده يعتبر انسب جهاز انه يوصل او انسب سويتش يوصل يفصل باي. طبعا بعد كده لو انت عايز تحط بس بروتكشن، باجي معايا الايزوليتور ولا غيره بحط معاه فيوز عشان شورت سيركت ولا حاجه، فيوز سويتش او الفيوز كونتاكتور، الكونتاكتور العادي اللي بزوده فيوز عشان لو في شورت سيركت ولا حاجه يفصل معاه خلاص. طيب السيمبل، انا عايز بقى ان انت اول ما تشوف سنجل لاين دياجرام، طبعا سنجل لاين دياجرام بيسموه بالعربي اللي هو المخطط الطولي،
ايه المخطط الطولي ده؟ لو انت عندك سب ستيشن، عندك لوحه كهربيه، عندك ديستريبيوشن بانل، يبقى فيها بعض السيمبلز اللي انت اول المفروض اول ما تشوفها تعرف ده ايه. خلاص، طبعا بالانجلش بيسموه سنجل لاين دايجرام. الكلمه دي مشهوره جدا، ان شاء الله ما تخرج تشوفها كتير. السنجل لاين دايجرام اللي هو المخطط الطولي بتاع الابحاث المختلفه. السويتش العادي بيبقى السيمبل بتاعه زي ما انت شايف كده، بيبقى ادي كونتاكت وادي كونتاكت تاني، ويبقى فيه مفصل زي ما احنا شايفين اهو، لان ده بيبتدي ان انت بتوصل منه وترسل منه الدايره. خلاص، في حاله انه لود، فده بيبقى ايه؟ سويتش زي ما انت شايف اهو. الايزوليتور او الديسكونكتور ده جنرال، ده سويتش جنرال. لو انت عايز تخليه ايزوليتور او ديسكونكتور، بزود بس اللي هي الشطه اللي قدامي ده عشان افرقه عن السويتش الجنرال ده. لو لود بريك سويتش، بحط هنا العلامه دي او التيرمينال دي، معناها ان ده هيقدر ان انا بايدي بقدر اوصل وافصل الايه؟ الدايره. لو انت سيركت بريكر، بحط علامه الاكس دي، معناها ان يقدر يشتغل في حاله الفولت كونديشن. الكونتاكت اتفقنا ان فيه كونتاكت وفيه كويل، فبزود علامه الكونتاكت اللي انت شايفها دي. ممكن اي واحد فيهم بحط معاه زي ما شايف كده فيوز اهو، ففي فيوز سويتش جنرال، وفي الفيوز سويتش مع الفيوز مع اللود بريك سويتش، وفي طبعا فيوز كونتاكت. هيجي واحد يسالك امال السيركت بريكر؟ لا، السيركت بريكر ما بيتحطش معاه فيوز، السيركت بريكر بيتحط معاه ريلي. خلاص، دي اللي هي كاشكال اللي هي الاي سي بيعتمدها في سنجل لاين ديجرام. لو جينا بصينا طبعا شفنا الحاله دي، شفنا اللود بريك سويتش، وشفنا الايه؟ الديسكونكتور. ده الكونتاكتور، ده الشكل بتاع الكونتاكتور ان شاء الله ما تيجي تشيليه. ده طبعا لو فولتج كونتاكتور، خلاص بتلاقي بص الجزء الازرق ده اللي هو الكويل بتاعي او اللي هو الكونتاكت بتاعتي. لو لتحت كده بيبقى موصل، لو مرفوع فوق بيبقى ايه؟ بيبقى زي ما انت شايف، لو مرفوع الكونتاكت يجي مرفوع فوق بيبقى فاصل. بتوصل السيرفيس بتوعك عن طريق اللي هي من هنا اهو، وبيبتدي يخرج من هنا بحيث ان هو يقدر يكمل الدايره بتاعتي، وبيبقى فيه تو تيرمينال للكويل بتاعي. خلاص، زي ما انت شايف كده في اكتر من تيرمينال بقدر اوصل عليه التيرمينال بتاع الكويل عشان اتحكم في الكونتاكتور بتاعي. خلاص، طبعا على الجنب هنا بيبقى النيم بليت بتاعه موجود فيه كل الريتد كارنت وهكذا، والجهد اللي بيشتغل عليه وكل البيانات بتاعته. بالنسبه طبعا ده لو بنتكلم على سيركت بريكر، سيركت بريكر انواع كتير. طبعا هنا ده اللو فولتج مينيتشر سيركت بريكر، وهنتكلم عليه بعد شويه. يعني ده قاطع اهو، القاطع بالنسبه لي بقدر ان انا اوصل وافتح منه الدايره في حاله الايه؟ اللود، في حاله الفولت. ده تقريبا دي السويتش جير المشهوره في اي باور نتورك. طيب احنا في الكورس هنركز على ايه؟ احنا في الكورس بتاعنا هنركز على السيركت بريكرز. يبقى انا كل الحاجات اللي فاتت دي انا هتكلم على ايه؟ مش هتكلم على الكونتاكتور ولا اللود بريك سويتش ولا الديسكونكتور. الكورس بتاعي مينلي بيتكلم على السيركت بريكرز. طيب لو جينا نشوف بقى انت فين الماده بتاعتنا دي او البروتكشن ده فين من الباور نتورك. لو انت عندك باور نتورك، تبدا طبعا بالجنريشن، وبعدين الترانسميشن سيستم، وبعدين الديستريبيوشن. فكل المراحل دي محتاج اكيد محتاج تعمل ميجرمنت. طبعا مش هينفع ان انت ايه تسيب الدايره بتاعتك او تسيب الشبكه بتاعتك من غير ما تعرف الجهد اللي ماشي كام، التيار اللي ماشي كام، الباور الكيلو وات اور وهكذا. ولازم تعمل كنترول تفتح او تفصل او غيره. ولازم البروتكشن ده عشان تحافظ على الشبكه بتاعتك، ما يبقاش عندك جهاز بملايين وان انا اسيبه مع اول فورت تبتدي يتحرق بالنسبه لي. فلازم البروتكشن ده هو الحفاظ على او الوقايه اللي محافظه على الشبكه بتاعتي كلها. طبعا كل ما هنا الديستريبيوشن سيستم ببتدي احميه. الموضوع بسيط، بحط اللي هو اللو فولت سيركت بريكرز بانواع مختلفه. خلاص، لا الترانسميشن سيستم ده اغلى شويه، ببتدي بحط ريلي بقى متطور جدا، وابتدي اشوف اللي هي البروتكشن بتاعي بقى اعلى شويه. الجنريشن طبعا بيبقى بروتكشن اقصى ما يمكن. يعني البروتكشن كل ما الاكويبمنت بتاعي التمن بتاعه يعلى، يبقى انا احتياج البروتكشن بتاعي بقى هيكون اعلى. لا، البروتكشن بيبقى ان جنرال كده المفروض بيبقى لا يتجاوز طبعا 5% من البرايس بتاع المعده بتاعتي. خلاص، طبعا لو انت عندك اللو فولتج، انت عندك موتور مثلا ثمنه سي 10,000 جنيه، مش هروح اجيب له انا جهاز حمايه ب 20,000، يبقى كده الكلام ده مش هيبقى منطقي. لكن لما اكون عندي جنريتور 58 مليون، الطبيعي مش مشكله ان انا لو انا جبت مهن ريلي متطور جدا عمره ما هيقارن بالسعر بتاعه. فعشان كده بتكمن اهميه البروتكشن في الميديم والهاي فولتج والاكس هاي فولتج، سواء ترانسميشن لاين او جنريتنج سيستم. معايا؟ يبقى انا عندي هنا بروتكشن، ده من الحاجات الضروريه او المهمه جدا بالنسبه لي، بالذات في الترانسميشن وفي جنريشن. البروتكشن زي ما اتفقنا اللي هو الجزء ده عشان اعمل الحته دي كلها،
محتاج ايه زي ما اتفقنا، محتاجين ريلي ومحتاجين سيركت بريكر. الريلي هو العقل بتاعي اللي هيبتدي يفكر ويقول شوف فيه فولت ولا لا. السيركت بريكر ده اللي هو الجهاز اللي هينفذ النتيجه بتاع الريلي ده. والله لو شايف ان فيه فولت هيدي امر للسيركت بريكر انه يبتدي يفصل الدايره، يبتدي يقطع الفولت، وبالتالي حميت الباور نتورك بتاعك. طيب السيركت بريكر هو مبدئيا كده هو جهاز اللي ايه الكورمنت المفروض منه يقدر العقل المنفذ اللي بياخد السيجنال بتاعته من الريلي وبتدي يفصل او يوصل الايه الدايره بتاعته. فده عباره عن ميكانيكال سويتش ديفايس، طبعا يقدر يعمل ايه، يقدر يميك يعني يوصل ويقدر يشيل طبعا، ويقدر يقطع او يفصل التيار في حاله النورمال كونديشن. طبعا يقدر يعمل الثلاثه دول برضه، يقدر يميك ويقدر كارين كارنت، وبيقدر ايه يبريك الفولت كارنت. خلاص بس خلي بالك هنا الفولت كارنت ده بيبقى كبير جدا، يعني هنتكلم فولت كارنت فوق بالكيلو امبيرز، فاكيد مش هيقدر يشيله ما لا نهايه. فالكلام ده يبقى بريك الكارنت اندر سبيسيفايد ابنورمال سيركت كونديشن، ويبقى الكلام ده على ايه في حاله شورت سيركت، والكلام ده لمده محدده مش ما لا نهايه، ما يقدرش يشيل تيار شورت سيركت كونتينوس، ويقدر يشيل ريتد كارنت كونتينوس، لكن الشورت سيركت بيبقى سبيسيفايد تايم. دي نقطه مهمه جدا، يقدر يشيل الشورت سيركت كارنت لسبيسيفايد تايم لوقت محدد. خلاص طب بس بنأكد هنا ان النورمال كونديشن هي ايه، النورمال كونديشن هي التيار بتاع الدايره من اول النو لود لحد الفول لود فاليو، لكن الاب نورمال كونديشن بتكلم على الاوفر لود او الشورت سيركت. برضه في حته هنا عشان نراجع عليها في بدايه الكورس اهو، التيبيكال باور فاكتور في حاله الفول لود او النورمال كونديشن بيبقى باور فاكتور اراوند 0.8، وبيبقى في حاله الشورت سيركت بيبقى الباور فاكتور بيبقى مش كويس، بيبقى تقريبا 0.1 لحد 0.3 اقصى حاجه. خلاص طيب انت عارف السيركت بريكر يعمل ايه؟ تعال نبص كده. السيركت بريكر بتاعي احنا زي ما اتفقنا المفروض ان هو ايه؟ يفصل ساعه الفولت، بس مش هو ده اللي انت عايزه منه بس، خلي بالك هو شغال برضه في النورمال. يبقى انا عايز منه ايه؟ يبقى اول حاجه عايزه لما انكلوزد بوزيشن ماست بي جود كوندكتور، ساعه ما يكون قافل لازم يبقى جود كوندكتور. يبقى لازم هنا قال لو انا عندي سيركت بريكر وابتدى اوصل هنا، لما اجي اقيس الكونتاكت ريزيستنس دي لازم الكونتاكت ريزيستنس دي تكون قليله جدا. يبقى الكونتاكت ريزيستنس هنا لازم تكون قليله، قليله يعني كام؟ انا بتكلم حاجه بالمايكرو اومز، خلي بالنا اهو بتبقى 2 مايكرو اوم 3 مايكرو اوم على حسب البريكر بتاعي، لكن انا بتكلم على حاجه بالمايكرو كمان مش بالملي اوم. فهو لازم يكون جود كوندكتور في حاله الايه؟ في حاله الكلوز بوزيشن. طيب لما يكون انا خلاص فتحته عايزه يعمل ايه؟ اول ما افتحه لازم يكون يقدر يفصل الدايره تماما، فعشان كده لازم يبقى جود ايزوليتور في حاله الايه؟ الاوم بوزيشن. دي نقطه مهمه جدا برضه. خلاص ايه تاني عايزه؟ يقدر ماست بي ايبل تو تشينج فروم كلوز تو اوبن بوزيشن، بيقدر يتحرك من الوضع الكلوز للوضع الاوبن سريع جدا في تايم قليل، تبقى بنتكلم هنا في 0.1 سكند، وطبعا ده في عندي بريكر اسرع كمان من كده بكتير. خلاص برضه هنا عايزه ما يفصل الدايره ما يعملش اوفر فولتج عشان ما تدمرش الشبكه بتاعتي، ولازم يكون برضه ريلايبل ما ياكلش كل شويه يبوظ. انا عايز حاجه بريكر يشتغل 50,000 مرة، ولا عايز شغل 30,000 مرة، مش عايز كل يوم اغير سيركت بريكر. خلاص؟ طيب دي كانت ريكويرمنت فروم سيركت بريكر. طيب سيركت بريكر ده انواعه ايه؟ طبعا الناس احنا عاملين سيركت بريكر سيركت بريكر، هو سيركت بريكر ده اصلا عبارة عن ايه؟ ان جنرال كده هو فيه تو كونتاكت، واحد فيكسد اهو، واحد ثابت، واحد ايه؟ موفينج. في الحالة العادية لو انت عايز توصله هتتحرك الموفينج ده بحيث ان هو يوصل مع الفيكسد، يبقوا الاثنين حاجه واحده كده، يبقى موصل لي الدايره دي. خلاص بعد ما انت اول ما لو حصل فولت بتيجي تفتحه، طبعا بيتكون هنا ارك، وهنتكلم بعد شويه ليه الارك بيتكون. الارك ده بيتكون فلازم فيه شامبر كده او فيه غرفه، الغرفه دي فيها ميديم عشان يطفي الارك بيتكون ده، فدي بنسميها انتربشن شامبر اللي هي الغرفه بتاع اطفاء الايه؟ الارك. اصطلح ان احنا الانواع سلك بريكر اللي اجي اقولها بنغيرها طبقا لايه؟ للميديم اللي موجود هنا. لو الميديم ده هنا اويل بقول اويل سيركت بريكر، لو اير هيبقى اير سيركت بريكر، لو غاز هيبقى اس اف 6 مثلا يبقى اس اف 6 سيركت بريكر. يبقى اكوردنج للميديم اللي موجود هنا بقول ده بيتغير نوع الايه؟ او بسمي السيركت بريكر اكوردنج للميديم اللي موجود
في الغرفه اللي احنا شايفينها دي. خلاص يبقى انا بالنسبه لي هنا السيركت بريكر خلاص بنبتدي نكلاسيفاي اكوردنج للميديم اللي موجود في الانتربشن شامبر. طب زي ايه؟ اول نوع مشهور جدا اللي هو الاير سيركت بريكر، يبقى اكيد الغرفه اللي موجوده دي فيها ايه؟ فيها هواء، بس انا بتكلم هنا على هواء اندر اتموسفيريك بريشر، الضغط بتاعه اللي هو الضغط الجوي المعتاد. خلاص؟ طيب دي زي ايه؟ طبعا في اللو فولتج غالبا بتصور الحاجات دي في اللو فولتج اللي هي جهد اقل من 1 كيلو فولت، وبرده دي انواع كتيره قوي. خلاص ربما يكون سمعت عنها قبل كده اللي هي المينيتشر سيركت بريكر، مينيتشر سيركت بريكر طبعا بالعربي يعني قاطع من النمط، قاطع صغيره. خلاص وفي المودل كيس سيركت بريكر نتكلم عليها، وفي الاير سيركت بريكر. ايه الفرق بينهم؟ تعال نبص كده الاول، بص على اشكالهم اهو. ادي المينيتشر سيركت بريكر بيبقى قاطع صغير زي ما انت شايف اهو، شايفينه اهو، يبقى حاجه بسيطه خالص، بيبقى بتوصل انت هنا السيركت ده سواء سنجل فيز او بتخرج السيركت بتاعك من هنا، وبيبقى ليه ريتنج كارنت، وبتبتدي يفصل، بتبتدي ان انت توصل من الدراع اللي انت شايفه ده، ولو حصل فولت ولا حاجه هو اللو فولت سيركت بريكر ده فيه ريلي اوتوماتيك بيبتدي يفصل لك الايه؟ يفصل لك الدايت. يبقى ده على بعضيه كده هو عباره عن ريلي وسيركت بريكر في ان واحد. خلاص؟ ممكن يكون سنجل فيز وممكن يكون ثري فيز. المانيشر سيركت بريكر ده لو انت رحت تشتريه هتلاقي طبعا فيه ريتنج مشهوره، في ال 10 امبير، وفي طبعا ال 16، وفي ال 20، وفي ال 25. طبعا انت مش هتروح تجيب اي، تقول والله انا عايز بريكر مش عارف 14.5، الريتنج ده يبقى موجود هو ده الاي سي اللي محدده، فكل الناس ماشيه عليه تقريبا في ال 32، في 40، في ال 50، في ال 63 طبعا، وفي ال 80، وفي ال 100 زي ما احنا شايفين كده امبير. طيب ده اللي هو ايه؟ فده كل الريتنج دي موجوده في المينيتشر سيركت بريكرز. خلاص؟ طيب انت السيركت بريكر زي ما بنقول في المحاضره اللي جايه او اللي بعديها، ما يهمنيش ريتد كارنت بس، انا كمان يهمني الشورت سيركت كارنت. الشورت سيركت كارنت في حاله المينيتشر سيركت بريكر ده يقطع، يقدر يفصل فولت او يوصل فولت، بنتكلم في انواع منه 6 كيلو امبير، وفي انواع 10 كيلو امبير، دول متاحين بالنسبه للمينيتشر سيركت بريكر. خلاص؟ يبقى المينيتشر سيركت بريكر ده عباره عن قاطع، وفي طبعا ريلي بيصرف اللو فولتج، الريت بتاعته بتبقى الريت اللي انت شايفها دي ربما اعلى حاجه بسيط، لكن الشورت سيركت كارنت بيتكلم 6 كيلو امبير او 10 كيلو امبير. طب لو انت عندك دايره الشورت سيركت بتاعها اكبر من 6 كيلو امبير او 10 كيلو امبير، في الحاله دي المينيتشر مش هينفع استخدمه. امال استخدم ايه؟ هستخدم المولد كيس سيركت بريكرز اللي هو الشكل بتاعه زي ما انت شايف كده. خلاص؟ برضه ده سيري فيز زي ما انت شايف وصل هنا اهو، وبرضه ده الطرف الثاني بتاعه من الناحيه دي، ده بيشتغل عادي خالص، برضه فيه ريلي لو حصل فولت ولا حاجه يبتدي ان هو يفصل الدايره، برضه الريتنج بتاعت الكل دي موجوده، ربما يكون هنا في الحاله دي اقدر ازود بعد ال 100، في عندي طبعا في اللي هي ال 125، وفي ال 150 وهكذا، 185 وفي ال 200، وهتفضل ماشي كده. المينيشر سيركت بريكر ده فيه كمان لحد 630 هتلاقي فيه ريتنج موجود او متاح في الماركت بتاعك. خلاص؟ امال الفرق الوحيد بين المود كيس ان انا هنا شورت سيركت زي ما انت عايز، في شورت سيركت هنا في ال 25 كيلو امبير موجود، في ال 31.5، وفي ربما يكون في كمان في ال 50 كيلو امبير، كل الكلام ده اقدر الاقيه في المود كيس سيركت بريكر. طبعا كل ما بتعلي الشورت سيركت ثمن البريكر بيعلى، هناخد بالنا من الايه؟ النقطه دي. يبقى عرفنا الفرق بين المود كيس سيركت بريكر بين المينيشر سيركت بريكر والمود كيس سيركت بريكر. طبعا لو انا عندي ريتنج اعلى، عايز تيارات بقى بال 1000 امبير او 2000، الاثنين دول هنشيلهم كده ونخش مكانهم الاير سيركت بريكر لو صار في ريتنج العاليه، ال 1000 امبير وانت طالع عندك 1000 وفي 1600 وفي ال 2000 وهكذا، وال 2500 وال 3000. الاير سيركت بريكر ده بيبقى ضخم جدا زي ما انت شايف، طبعا ده الحجم بتاعه بيبقى سايز بتاعه بيبقى كبير، وده الشورت سيركت زي ما انت عايز برضه، في 50 كيلو امبير وفي 63 كيلو امبير، وده بيستخدم بكثره، ده بيبقى غالبا بياخد اللي هو جاي من المحول على طول، بيستخدم في الام دي بي اللي هي المين ديستريبيوشن بورد. طبعا الحاجات دي كلها موجوده في المعمل، يا ريت تروح تبص عليها، المعمل على الشمال ابن الجهد العالي، روح بص على الحاجات دي هتلاقيها كلها موجوده. خلاص؟ يبقى نرجع كده، يبقى عرفنا الاير سيركت بريكر اللي هو الميديم بتاعي المستخدم هواء، وممكن ده تلاقيه في اللو فولتج بتلاقيه ام سي بي منيتشر سيركت بريكر، وفي المولد سيركت كيس سيركت بريكر، وفي الاير سيركت بريكر. خلاص؟ يبقى ده اول نوع اللي هو الاير سيركت بريكر. ناخد تاني نوع اللي هو بيقولوا عليه ايه؟
الاويل سيركت بريكر من اسمه كده، الميديم بتاعه بتاع الانترابشن شامبر هو ايه؟ الاويل. برافو كده. طبعا الاويل ده هنتكلم عليه بالتفصيل بعد كده. يبقى نوعين، في بالك اويل وفي مين اويل، بس الفكره بتاعته الجنرال كده. تعالى بص، او يبقى عندي تانك اهو، التانك ده مليان اويل، وادي عندي السلك او الطرف الاولاني اهو، في عندك طرف هنا وداخل الكهرباء بتاعتك داخله منين ايه؟ طبعا ده بوشنج عشان تعزل الكونداكتور عن جسم البريكر. خلاص، وادي الكونتاكت الاولاني اهو، ده الفيكسد. وبعدين ادي الموف كونتاكت اللي هو الحته دي اللي انت شايفها اهو، وبعد كده الطرف الثاني ترمينال الثاني اهو هيبتدي يخرج كامل الدايره. طب ده الميديا من هنا انت حاطط اويل في الحته دي اهو، خلاص. وبعدين في شويه هواء زي ما انت شايف سايبينهم فوق الايه الاويل ده، ما بنملاهوش كل بالاويل. طبعا هنا في الحاله العاديه لو انت في حاله هو فاصل بيبقى الكونتاكت زي ما شايف مفتوحين اهو، لكن لما يبتدي يشتغل بيبتدي ان انت ترفع الموفينج كونتاكت ده لفوق، يبتدي يوصل الطرف ده وبعدين يكمل السكه بتاعته ويبتدي يخرج من هنا. الشكل بتاعه اهو بص كده، ده التانك بيبقى سلندريكال، وادي البوشنج اللي هو الحته دي اللي هو الجزء ده هو الجزء ده اهو، الحته دي كده هي الجزء ده اهو، ده البوشنج، وهكذا الجزء الثاني اللي هو الخارجه الثانيه اهي، مليان طبعا اويل معايا. وبيبقى في جنبي هنا زي ما انت شايف كده، دي اللوحه اللي جنبك دي، دي الكنترول بتاع السلك بريكر اللي انا في ميكانيزم طبعا بيشغل البريكر ده، بديله الاوردر ان هو يفتح او يقفل. خلاص، يبقى انا بالنسبه لي ده اللي هو الاويل سيركل بريكر. طب ده بيستخدم في جهود قد ايه؟ تقريبا ده بيستخدم في الميديم فولتج، فده من اول ال 12 كيلو فولت او ال 11 كيلو فولت وانت طالع تقريبا لحد 66 كيلو فولت. معايا؟ ده الاويل سيركل بريكر. طيب انا عندي كده في الاير سيركل بريكر، في الاويل سيركل بريكر. لو جينا نشوف اللي بعده، في عندي الاير بلس سيركل بريكر، هو هواء برضه زي اللي فات ده، بس هنا الهواء ده زي ما شايف كده في تيار من الهواء، انت دورت الهواء، عامل تيار من الهواء، ده زي ما الملخص بتاعه ده بريشرايزد اير، لان انت ضغطت الهواء. طب انت بتضغط الهواء ليه؟ كلنا طبعا نسمع عن بيشنز لو اللي انت اخدته الترم اللي فات. بيشنز لو ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو انت عندك الهواء ده وجيت ترسم البريك داون فولتج مع الضغط بتاعي او اللي هي البي في الدي، بريشر في الديستنس، لو انت ثبتت الديستنس تتكلم على ضغط، هيبقى الشكل بتاعك عامل بالمنظر ده. ده معناه ايه؟ لو انت كل ما تعلي البريشر هنا البيك داون فولتج بتاعي بتاع الانسوليشن بيضربه ايه؟ بيعلى جدا. خلاص؟ وبرضه عندي الايه؟ عندي الفاكيوم برضه البيك داون فولتج بيبقى عالي جدا. فعشان كده تلاقي في سيركت بريكر هنا ان انا زودت الضغط عشان ازود الانسوليشن او ازود البيك داون فولتج بتاع الانسوليشن في السيركت بريكر، وبالتالي يشتغل بجهد اعلى. وبرضه هنا في عندي الفاكيوم سيركت بريكر، ان انت قللت الجهد قوي هنا بحيث ان انت برضه تزود البريك داون فولتج بتاع الانسوليشن بتاعك. خلاص؟ فانت عندك الاير سيركت بريكر ده، ده بيستخدم من اول ال 11 كيلو فولت لحد ال 1100 كيلو فولت. الفكره بتاعته ببساطه اهو، تعالى بص كده، انا عندي التو كونتاكت بتاعي زي مثلا ده الموف كونتاكت وادي الفيكسد كونتاكت. خلاص، اول ما فتحت تكون هنا ارك، فانت هنا بتجيب تيار هنا زي ما انت شايف، بيبقى فيه تانك ولا غيره بيروح زائد اللي هو الارك اللي هنا ده عشان يطفيه او يبرده بسرعه. خلاص، فده اللي هو الايه؟ بالنسبه لي اللي هو الاير بلاس سيركت بريكر، وهنتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله في محاضراتنا اللي جايه. خلاص؟ طيب في تاني غير الاير سيركت بريكر؟ لسه قايلين، عايز تفكر كده. عندي فيه بعد كده السلفر هيكسا فلورايد سيركت بريكر، او ناس بتسميه اس اف 6 سيركت بريكر. هو نفس الفكره بتاع الاير بلاس، بس بدل ما استخدم الهواء بستخدم غاز الاس اف 6. طبعا غاز الاس اف 6 الانسوليشن بتاعه او البريك دايلكتشنز بتاعه اعلى من اكتر من ثلاث مرات البريك دايلكتشنز بتاع الهواء، وبالتالي ده غاز افضل بالنسبه لي. وده بيستخدم من اول 11 كيلو فولت لحد زي ما انت عايز 1000 كيلو فولت. الفكره بتاعته نفس تقريبا الفكره بتاع الهواء اهو، تعالى بص هنا، بس بدل هنا ما بستخدم الهواء زي ما في الشامبر بتاعه في الروم دي، بستخدم بالنسبه لي هنا الاس اف 6 عشان يقدر يطفي الارك بتاعي. خلاص، ده برضو بالنسبه لي اللي هو الايه؟ السلفر هيكسا فلورايد سيركت بريكر. في نوع تاني اللي هو الفاكيوم سيركت بريكر، ده البريشر بتاعي بيتكلم في ايه؟ زي ما اتفقنا احنا قلنا بيشنز، بيقول لك انت لو قللت الجهد بتاع لو قللت البريشر الدايلكتر سنس بتاع الهواء هيزيد جدا. انا بتكلم انا على ضغط جوي 0.1 مليمتر مركري، يعني تقريبا مفيش اي هواء خالص، يبقى احنا
شغالين في بالنسبه للبيشنتس في الجزء اللي هو الايه الحته اللي في الاول دي خالص. فده بيستخدم في الايه من اول 11 كيلو فولت لحد 36 كيلو فولت لانها سريع جدا من اسرع انواع البريكر. ما بقدرش استخدمه في الهاي فولتج لان السرعه دي بتخلي يحصل اوفر فولتج على الشبكه بتاعي، عشان كده ده ليميتد للايه للشورت في الميديم فولتج فقط. وده طبعا كفكره بتاعته ايه نفس الايه نفس الفكره العاديه. او عندي بيبقى فيه شامبر اهو زي ما انت شايف الغرفه اللي موجوده دي اهي، الغرفه دي كده دي كل دي مفرغ منها الهواء، شايل منها الهواء تماما بحيث ان ضغط الجو هنا بتكلم في 0.1 ملم ميركوري، دي مقفوله تماما زي ما انت شايف كده. طبعا ما فيش هنا ميديم عشان يشيل يقفل، ما فيش هنا ميديم تقريبا الهواء كله متشال، فعشان كده ما فيش وسط اصلا عشان يوصل. فدي برضو من البريكرز المويه المشهوره جدا، ودي بتستخدم لو انت عايز حاجه سريعه قوي في الميديم فاستخدم الايه الفاكيوم سيركت بريكر. خلاص يعني بالنسبه لي هنا تقريبا انا كده ايه خلصت انواع السيركت بريكر. لما نراجع عليهم كده مع بعض، يبقى الاير سيركت بريكر الاولاني اهو ده اللي هو بتكلم على اللي هو الاتموسفيريك بريشر، ده بيستخدم في اللو فولتج. وانواعه المشهوره من المينيشا سيركت بريكر والمولدد كيس سيركت بريكر والايه والاير سيركت بريكر. بعد كده اتكلمنا عن الاويل في الاير بلاست نفس اللي فات ده، بس انت هنا عند ضغط جو بنتكلم في ختمه في 5 اتموسفيريك او اكتر. وفي سولفر هيكسا فلورايد برضه بيستخدم غاز الـ SF6 اندر بريشر، وفي الفاكيوم سيركت بريكر. طيب كده اتكلمنا عن ايه؟ عرفنا يعني ايه سيركت بريكر؟ ايه اللي انت عايزه من السيركت بريكر؟ خلاص ايه تاني؟ انواع السيركت بريكر. طيب هنبتدي بقى نتكلم على الفلسفه بتاع السيركت بريكر نفسه ووظيفته في الدايرة. خلاص؟ بس ناخد بس الايه؟ الدايرة الاولانيه عشان نشوف احنا فين؟ احنا هنا بنتكلم على عنوان بيقول لك الايه الفولت دوريشن. الفولت دوريشن المقصود بيها اللحظه من اول ما تحصل فولت. لو انت عندك دايره ادي عندك جنريتور اهو خلاص، وادي عندك جنريتور في كيبل ولا غيره او ترانسميشن لاين، وادي عندك اللود بتاعي وحصل فولت هنا، وادي سيركت بريكر هنا خلاص هيبتدي يفتح. خلاص طيب ما يجي يفتح هنا او الدنيا دي هتشتغل ازاي؟ الاول حاجه التيار هنا بيبقى كبير قوي في الدايره العاديه، فانا ما اقدرش الريلي بتاعي ده الريلي بتاعي اهو زي مثلا كده ريلي، الريلي بتاعي مش هيقدر يشيل التيار ده، فلازم اخد منه سيجنال عينه من التيار ده. فبحط هنا جهاز كده بيسموه سي تي اللي هو ده اهو، تعالى بص كده ادي المسبار بتاعي اللي هو جاي من الجنريتور خلاص، وبعدين حطيت سيركت بريكر شايفين الجزء ده اللي هو ده سيركت بريكر اهو، والسيركت بريكر ده رايح للنود بتاعي ده النود بتاعي. فبروح حاطط هنا محول تيار، ده الرمز بتاعي، محول التيار ده في وظيفته ايه؟ انه بياخد عينه من التيار الموجود ده، زي مثلا التيار السي تي مكتوب عليه 100 على 5، معناها ما يمشي 100 امبير في البرايمري هيخرج لك في السكندري كام؟ 5 امبير. في طبعا انواع منه كتير، يقول لك 100 على 5 في 1000 على 5. طيب في مثلا 200 على 1، اشمعنى هنلاقي السكندري 8 5 يا 1، ده الستاندرد بتاعي. لكن هنا البرايمري زي ما انت عايز ابتدي اظبطه على حسب التيار اللي ماشي في الدايره الطبيعيه بتاعتك. خلاص؟ فسي مثلا لو انت خدت سي تي الريشو بتاعته 100 على 5، لو ماشي هنا 100 امبير هيبتدي هنا يمشي 5 امبير. طيب هنعمل ايه بقى بعد ما خدت الرقم ده؟ هيبتدي دول يعدوا على ريلي، الريلي ده ببساطه جدا كده ناخد حاجه بس مبسطه جدا جدا جدا. خلاص؟ ال 5 امبير في الحاله النورمال ده انت زي ما شايف فيه كويل وليه برضه ايه؟ ماجنت اهو، لو انت التيار ده زاد قوي هيقدر ياتراكت الكويل الحديد ده يخليه يقفل التو كونتاكت دول. طب لو التيار هنا صغير مش هيقدر يتغلب، يبقى في سبرنج هنا اهو مش هيقدر يتغلب على السبرنج ده وهتفضل الدايره دي مفتوحه. طيب لو انت ال 100 دي حصل فولت واصبحت 1000 امبير مره واحده، التيار هنا زاد جدا، 5 دي هتبتدي تزيد قوي خلاص، تقريبا ده لو في 10 تبقى 50، الفورس هنا هتبقى كبيره هيقدر يقفل التو كونتاكت دول. كما يقفلهم هنا تعالى بص هنا ايه اللي موجود ده؟ الحته دي ده بنسميه هنا ريلي، يبقى الجزء ده كده كان السي تي، الجزء اللي خد القرار كده او اللي ما اشتغلش الا لحظه الفولت بنسميه ريلي. الريلي ده بيعمل ايه؟ بيروح فايدته يقفل التو كونتاكت دول بتاع الدايره دي يسموها تريب سيركت اللي فيها بطاريه زي ما انت شايف، وفي برضه كويل زي ما انت شايفه اللي هنا ده، والكويل ده متوصل على السيركت بريكر بحيث انه يعمل ايه؟ اول هنا ما تعمل ايه؟ اول ما التيار زاد قوي تبتدي يوصل الدايره دي، يبتدي التيار هنا يبتدي يمشي في الدايره، طبعا هياخد وقت شويه، بعد ما يمشي هنا يروح يعمل ايه؟ يعمل فورس هنا، فورس تروح شده السيركت بريكر اللي هنا او تشغل الميكانيزم بتاع السيركت بريكر هنا عشان تفتحه.
يبتدي انا يبقى كده فصلت الايه؟ فصلت الفولت بتاعي. يبقى اول خطوه حصل فولت، بعد ما حصل فولت السي تي ده التيار فيه زاد، التيار ما فيه زاد عمل ايه؟ راح شغل او خلى المجنت اللي هنا ده اهو خلى الكويل ده اشتغل وراح قافل الكونتاكت دي. طب بعد ما قفل الكونتاكت دي عمل ايه؟ راحت التريبنج سيركت دي ابتدى يمشي فيها تيار، التيار ده قدر يشغل المجنت ده بحيث ان هو يفتح السيركت بريكر. طيب الفولت دوريشن بقى زمن الفولت من اول فين؟ من اول ما حصل الفولت لحد ما السيركت بريكر ده فتح، وكمان الارك اللي اتكون هنا ده طفي. خلاص يبقى الفولت كليرنج تايم ده عباره عن زي ما انت شايف المفروض سي تي، تايم بتاع سي تي، تايم بتاع ريلاي، تايم بتاع اللي هو التريبنج سيركت، تايم بتاع سيركت بريكر. اي تايم هنا ده بنسميه فولت كليرنج تايم اللي هو زمن اصلاح الفولت. يبقى جنرال كده دي اللحظه اللي حصل فيها الفولت انستنت وفولت انسبشن بدايه الفولت، السي تي اشتغل والريلاي ابتدى ياخد وقت شويه، اتكلم في اراوند 1 ملي سكند لحد 30 ملي سكند، وبعدين الريلاي ده راح يبدا وصل او شغل الدايره بتاعه تريبنج سيركت، فالتريبنج سيركت هتبتدي تاخد وقت شويه اول ما تشتغل، وبعدين الميكانيزم بتاع السيركت بريكر هياخد وقت عشان تبتدي يفتح. بعدين حصل هنا في الجزء ده ارك جوه السيركت بريكر، هنا في ارك، كل ما الارك ده معناه لسه التيار شغال لحد ما الارك ارتفع عند النقطه دي، دي النهايه بتاع الفولت. فكل ده بنسميه الفولت كليرنج تايم اللي هو زمن اصلاح الفولت. يبقى لو جيت سالتك على الفولت كليرنج تايم يبقى لازم اي تايمز سواء سي تي او ريلاي او تريبنج سيركت او سيركت بريكر او تايم بتاع الارك، كل الكلام ده لازم تجمعه مع بعضيه يديك الفولت كليرنج ايه تايم. دي نقطه مهمه، الدايره هتفتح بعد ايه؟ بعد قد ايه؟ او الفولت هيتصلح بعد قد ايه؟ خلاص؟ طيب هنبتدي بقى نتكلم على النقطه المهمه في الجزء اللي باقي من المحاضره، نتكلم بس على حاجتين مهمين. اول حاجه ليه الارك بيتكون؟ الحاجه الثانيه ازاي اطفي الارك اللي اتكون ده او البرنسل بتاع الارك انتربشن. خلاص؟ فانا هما حاجتين بسيط جدا اللي انا عايز اتكلم عليهم. الاول الارك ده بيتكون ازاي؟ اتعامل ازاي؟ وبعدين هاو تو ايه؟ انتربت الارك ده. ده ملخص الجزء اللي باقي من المحاضره. خلاص؟ الارك بقى اتكون ازاي؟ تعال نبص كده. انت دلوقتي تخيل كده ادي التو كونتاكت بتاع السيركت بريكر. الجزء الاولاني اهو ده زي مثلا ده الفيكسد كونتاكت وده الموفينج كونتاكت، زي مثلا ده الفيكسد كونتاكت وادي الموفينج كونتاكت اهو. خلاص؟ انت هنا في الحاله العاديه بتبقى ضاغط الفيكسد كونتاكت مع زي ما انت شايف في بريجر هنا اهو، في بريجر هنا، انت ضاغط التو كونتاكت دول بحيث ان الريزستنس هنا زي ما اتفقنا قليله جدا، بنتكلم في حاجه في المايكرو امبير، والتيار ماشي في الدايره عادي خالص. حصل فولت تيار زاد جدا، خلاص انت عايز تبتدي تفتح الدايره. السي تي ابتدى يبدا سيجنال الريلاي، والريلاي ابتدى سيجنال السيركت بريكر، فانت ايه اللي حصل دلوقتي؟ هيبتدي التو كونتاكت يفتحه. طبعا اول حاجه عشان يفتحه بتقلل انت الضغط ده. وانس انت قللت الضغط الكروس سكشن اريا اللي انت كنت موصل بيها هيبتدي يجرى له ايه؟ برافو هيبتدي يقل. فانت بدل ما كنت موصل بالاريا دي كلها هتبتدي انت موصل زي ما شايف كنت كونتاكت ايه؟ نقط معينه بس هي الموصله والباقي فصل. يعني كل الكرنت بتاعك ده متركز في الحتت دي. معناها ان ايه؟ معناها ان الاريا قلت. طب الاريا قلت، فاكرين ان الار زمان الار بتساوي ايه؟ الا على ايه؟ الريزستنس بتاع الكونتاكت. معايا؟ الاريا قلت قوي معناها الار زادت. طب الار زادت في تيار كبير ماشي، يبقى اذا ايه؟ في اي سكويرد ار، اي سكويرد ار هنا هيبقى كبير ولا صغير؟ الاي ده فولت كارنت كبير جدا مع ريزستنس ان هي كبرت جدا، فالاي سكويرد ار هنا بيبقى كبير قوي. طالما اي سكويرد ار كبير ده عباره عن هيت، الهيت دي بتعمل ايه؟ الهيت دي حراره هتبتدي تقيل لك الهواء اللي هنا او الميديم الموجود هنا. طالما تقيل هنا معناها ان انت اصبح فيه فري الكترون، خلاص الهيت دي بتعمل لك هنا ايونيزيشن. طالما هنا في ايونيزيشن اصبح بقى فري الكترون، الفري الكترون دي هتبتدي توصل بين الايه؟ بين التو كونتاكت دول. يبقى انا الهيت اللي اتكونت دي عينت الهواء اللي هنا، خلت هنا جزء هنا ايونيزيشن عالي جدا للغاز اللي هنا او الاويل اللي هنا او الميديم الموجود هنا، فوصل الكرنت من الكونتاكت ده للكونتاكت ده. يبقى خلي بالك الكونتاكت هنا لسه ما زال التيار هنا موجود. يبقى وظيفه السيركت بريكر انه يفصل الارك او يطفي الارك الكون ده. خلاص؟ طبعا لو عايز تشوف الالكتريك فيلد بين الاثنين دول هنا عامل ازاي، انت الكونتاكت هنا زي مثلا ده ناحيه الجراوند وده ناحيه السورس، يبقى الجهد هنا بزيرو والجهد هنا بالسورس بتاعك. لو انت عايز تشوف الجهد بين بتوين التو كونتاكت هنا هعمل ايه؟ هياخد الجهد بتاعي واقسمه على الديستانس يديك الالكتريك فيلد بتاعي.
فاللودج جريدينت هنا او الالكتريك فيلد اللي هو بيساوي الفي على المسافه، لو المسافه دلتا ال هيبقى في على ايه دلتا ال. طبعا ناخد مثال هنا، لو الفي ب 1 كيلو فولت دلتا ال ب 1 مليمتر، بتكلم على الجريدينت او الالكتريك فيلد 1000 فولت على بير مليمتر، طبعا ده رقم كبير. بتكلم ده لو جيت حولته كل فولت بير سنتي بتكلم اراوند ال 10 كيلو فولت بير سنتي، طبعا ده رقم مش صغير ممكن يحافظ على الايونيزيشن ده ما يطفيش. يبقى انت بالنسبه لك هنا عايز تقلل الالكتريك فيلد هنا وعايز اقلل الايونيزيشن اللي حصل هنا عشان اطفي الارك ده. يبقى الارك ده سببه ايه اللي خلاه اتكون؟ اتكون السبب ان الكرنت هنا كبير، وانت رحت شايل الضغط هنا في الكونتاكت اريا قلت، فالريزستنس زادت عملت هيت، الهيت ده عمل ايونيزيشن للغاز خلى فيه فري الكترون ابتدت توصل بتوين التو كونتاكت بتاعك. طيب يبقى انت لو عايز تطفي الكلام ده لازم تخلص من الاينز او الايونيزيشن اللي حصل ده بين التو كونتاكت دول، خلاص وتخلص من الهيت دي عشان الارك ده يطفي. لكن طول ما الهيت موجوده وطول ما الاينز دي موجوده اللي هي موصله، طول ما الفري الكترون دي موجوده هيفضل الارك موصل وهتفضل الدايره الفولت كارنت ماشي وكانك ما عملتش حاجه، مع العلم ان انت ايه فتحت الايه اللي هي التو كونتاكت بتاع السيركت بريكر. دي النقطه المهمه، ان احنا مش معناه ان احنا خلاص فتحنا السيركت تو كونتاكت معناها ان التيار طفى، لا ده لسه في ارك موجود ومعناه الكرنت لسه ايه لسه ماشي. طبعا بنقول لك خلي بالك اهو ان البوتنشال ديفرنس بتاعنا بتوين الكونتاكت هو صحيح صغير، لكن هو بيقدر ان هو سفيشنت تو مينتين ذا ارك، يعني هو مازال انه كافي ان يخلي يحافظ على الارك ده يفضل موجود معايا. طبعا مشكله الارك هنا ان هو الارك ده بالفايبر ريزيستنس باس بيبقى فيه مازال ان الريزيستنس مش كبيره لان الايونيزيشن هنا كبير، فبالتالي الكرنت بيبقى كبير وبيبقى ان انتربتد، طالما الكرنت كبير مش هتقدر ان انت تطفيه ويفضل مستمر. يبقى ديورنج ارك بيريود الكرنت فلوينج بتوين الكونتاكت بينز، طبعا الكرنت اللي ماشي بتوين الايه في الدايره بتاعتي بيعتمد على الايه الارك ريزيستنس، الاي ان جنرال بتساوي الفي على التوتال امبيدنس اللي في الدايره. فلو سي مثلا توتال امبيدنس زد ومعاها الارك بتاع الارك ايه دي موجوده سيريز معايا، فطول ما الارك ريزيستنس دي قليله يبقى التيار كبير مش هقدر اطفي الايه مش هقدر اطفي الارك بتاعي. طب لو الارك دي قدرت ان انا اعليها ايه اللي هيحصل؟ هيبقى التيار ده صغير وبالتالي اقدر ايه اطفيه بسهوله. يبقى انا الفكره كلها عايز اقلل او اعلي اللي هي الايه الريزيستنس دي. يبقى الفي زي ما اتفقنا اهو زد بتاع الدايره بلس الار ارك، يبقى احنا عاوزين الار ارك دي نعليها على قد ايه؟ على قد ما نقدر. طيب يبقى كده لحد هنا عرفنا يعني ايه؟ يبقى احنا عرفنا يعني ايه ارك وازاي الارك وليه الارك بيتكون. هنتكلم بقى في النقطه المهمه اللي فاضله من المحاضره اللي هو الجزء الاخير، بنتكلم على الارك اكستنكشن او ارك انترابشن، ازاي هنطفي الارك؟ فانت عندك هنا قال التو كونتاكت بتاع سيركت بريكر فتحه اهو اتكون الارك بتاعي. لو جينا نرسم طبعا الايه سي مثلا ده الكرنت بتاع شورت سيركت كرنت، خلاص هاجي ارسم الجهد بتاع الارك الفي الارك فولتج. الارك فولتج بيساوي ايه؟ حد يقول لنا الارك فولتج اي فولتج في الدنيا بيساوي الاي فين؟ في الريزيستنس. الاي ده هو شورت سيركت كرنت وادي الريزيستنس بتاعتي اللي هي بتاع الهيت اللي اتكونت دي. طبعا لو خدنا ده هيبقى طبعا طالما ريزيستنس يبقى الاثنين ان فيز، فلو ده المرسوم ده الكرنت هيبقى الجهد بتاعي اللي على الارك غالبا بيبقى بالمنظر اللي انتم شايفينه واللي انا رسمه ده اهو. طب واحد يسال، مش انت لو كان عندك زي مثلا ادي التيار اهو خلاص ده شورت سيركت، ده الاي بتاع الشورت سيركت اهو، المفروض يبقى الاي ارك هي مثلا حاجه زي كده انفيز معاه، معلش اهو هيبقى ده الفي. طبعا خلي بالك هنا انت فارض هنا الاي ارك دي ريزيستف هي نون لينير، فغالبا بيبقى الشكل بتاعي بيبقى بالمنظر ده، فاللي انا رسمه بالاحمر ده هو الارك ايه الارك فولتج اللي هو ناتج من حصل ضرب الايه الاي شورت سيركت في الريزيستنس بتاع الارك معايا. يبقى خلي بالك بقى اهو النقطه المهمه هنا، بيقول لك الارك بروديوس نوت اونلي ديلي، الارك الكون ده مش بس ان هو بيأخر الكرنت انتربشن، ده مشكله كمان انه بيخرج لك الهيت الكبيره دي، الهيت دي ممكن تدمج السيركت بروكر نفسه. خلاص؟ غير ان الكرنت الكبير ده ممكن يحرق لك الكورمنت اللي انت بتحميه، انت كده حصل فولت وعرفنا ان في فولت لكن ما زال التيار ماشي، انت ما عملتش حاجه. يبقى المين بروبلم في السيركت بريكر ان انت عايزه يطفي الارك
في اسرع وقت موجود علشان ان انت تقلل الهيت اللي موجوده جوه السيركت بريكر ده، وعشان تبتدي تحمي الكورنت اللي انت ايه اللي انت عايز تعمل له بروتكشن. خلاص. طيب زي ما اتفقنا كده عمالين نتكلم من شويه بنقول الفكره كلها الاي بتاعنا اهو الاي شورت سيركت. الاي بتاعنا الشورت سيركت ابتدى يتكون، الجهد بتاع اللي عايز انا اقلله الاي شورت سيركت ده بيساوي ايه؟ اتفقنا ان هو بيساوي الفي على ايه؟ على الزد اللي موجوده في الدايره بلس اللي هي الار ارك. يبقى انا عايز الار ارك دي، اتفقنا وقاعدين عايزين نعمل ايه في الار ارك دي؟ الار ارك دي عايز ازودها. خلاص؟ طب عشان ازودها اعرف هي بتعتمد على ايه؟ وبالتالي ابتدي اشوف الفاكتورز اللي تقدر تزودها ايه؟ او اللي احنا ايه؟ نتحكم فيها ازاي؟ فعلينا الارك ريزيستنس دي بتعتمد على ثلاث حاجات، اول حاجه الديجري اوف ايونيزيشن، قد ايه الميديم اللي هنا ده حصل له ايونيزيشن، ليه؟ لان كل ما في الالكترونز دي بتبقى كبيره موجوده بيوصل كويس فالريزيستنس بتقل، فانت عايز تقلل الايونيزيشن ده على قد ما تقدر. الحاجه الثانيه كاي ريزيستنس بالدنيا ار بتساوي اللي هي المفروض رو في ال على ايه؟ يبقى بتعتمد على الطول وبتعتمد على الكروس سكشن اريا. لو انت عايز تزود الار اعمل ايه في الطول؟ انا ازود الطول اللينس بتاع الارك خلاص، او ان انت تقلل الكروس سكشن اريا بتاع الارك ده. يبقى انا عندي الارك ريزيستنس دي معتمده على كام حاجه؟ على ثلاث حاجات، الايونيزيشن والطول بتاعي والكروس سكشن اريا. يبقى عشان تزودها لازم تقلل الايونيزيشن، تعمل دايونيزيشن. الحاجه الثانيه تزود الطول بتاع الار. الحاجه الثالثه ان تقلل الكروس سكشن اريا بتاع الار. تعال نبص كده، طبعا الكلام ده زي ما اتفقنا بيعتمد على الجهد وبيعتمد على الانايز بارتكل اللي موجوده بين الايه تو كونتاكت. بيقول لك خلي بالك بقى نقطه مهمه جدا قبل ما نخش الحته اللي بعديها، وين ذا كونتاكت هاف سمول سيبريشن لم يكن ال صغيره. خلاص البوتنشال ديفرنس بتاعي بيبقى صحيح صغير لكن الفولتج جريدينت بيبقى كبير، فالفولتج البوتنشال ديفرنس ده يبقى كافي ان هو مينتين ذا ارك. خلاص زي ما احنا عارفين ان الالكتريك فيلد بيساوي ايه؟ الفي على الدلتا ال. فحتى لو الفي صغير لو طالما الدلتا ال صغير بيبقى الالكتريك فيلد هنا كبير، فممكن يونايز اللي هو الايه؟ الهواء او الميديم اللي موجود عندي. فانت عشان تقلل الالكتريك فيلد ده لازم تعمل ايه؟ لازم ازود اللي هي الديستنس دي اللي هي لينسنج ذا ارك. فبيقول لك الوان واي عشان تطفي الارك ده ان انت تسيبريت التو كونتاكت دول لمسافه خلاص، بحيث ان الجهد ده ما يقدرش يحافظ على الارك وبالتالي الارك ايه يطفي. يبقى انا افضل ازود، تخيل كده عندنا ادي التو كونتاكت بتاعي وانت عمال تفتح الدايره ده ال بتاع اليوم، فانا هفضل ازود ده افضل امشيني حالي كده امشيني حالي لحد ما الارك ده ايه يطفي. طبعا ده في حاله الفولتج اقدر اعمل الطريقه دي، لكن في حاله الهاي فولتج ما اقدرش اعمله لان انت بتتكلم في حاجه ايه محتاج عده امتار ميلي ميترز. فالكلام الطريقه دي ان انا افضل ازود في الطول بس، الطريقه دي مش هتنفع في الايه في الهاي فولتج لكن بتستخدم في اللو فولتج سيركت بريك. خلاص يبقى دي اول ايه اول نقطه. الحاجه الثانيه الايونايز بارتكل ده طول ما هي موجوده هي موصله، فانت عايز ان انت الارك باس ده او الجزء هنا لازم تعمل دايونيزيشن للغاز اللي موجود، وهنبتدي نتكلم ازاي تعمل له ايه دايونيزيشن عشان تزود الريزيستنس وتطفي الارك للكم. خلاص طبعا دي ايونيزيشن ده ممكن يتعمل بسهوله انت تعمل له كولينج. لو انت بردت مش احنا اتفقنا المشكله كلها جايه من الهيت عشان الكونتاكت اريا قلت، فالهيت دي لو انت تخيل كده لو انت بردت الهيت دي فاكيد هيحصل دي ايونيزيشن. خلاص ونشوف الكولينج ده ممكن نعمله ازاي. يبقى عشان كده ابتدى الناس كده علماء كتير فكروا ازاي نعمل ارك اكستنكشن او النظريات في الكلام ده، وابتدى قسموا الكلام ده لطريقتين ان جنرال. اول طريقه اسمها الهاي ريزيستنس ميثود، وفي طريقه اسمها لو ريزيستنس ايه او كارنت ايرو ميثود. الهاي ريزيستنس ميثود تعالى نبص عليها كده. الهاي ريزيستنس ميثود بيقول لك هنا الارك ريزيستنس الفكره كلها في الطريقه دي ان انا اعمل ايه؟ الارك ريزيستنس دي هبتدي ان انا ازودها. خلاص؟ زي عمالين نتكلم من بدري ان انت الار بتاع الارك دي ان انت تعمل فيها ايه؟ ان انت تعليها قوي. خلاص؟ اما انت تعليها ايه اللي يحصل؟ التيار هيبتدي يقل. التيار لما ابتدى يقل يبقى الهيت جرى لها ايه؟ الهيت قلت. طالما الهيت قلت خلاص يبقى انا عندي اهو الفكره كلها ان الار ارك بتاعي اهو اعمل ايه؟ باشمهندسين يبقى الار ارك بتاعي اهو عايز اعليها
لو عليتها الاي هيجرال ايه؟ هيقل، يبقى الايس كولد ار هيجرال ايه؟ الهيت ان جنرال كده هيبتدي يجرال ايه؟ الهيت هتقل، طالما الهيت قلت هيبتدي اقدر ان انا هيحصل ارك انتربشن. دي الفكره كلها في الطريقه دي. خلاص؟ طيب يبقى انا عندي هنا الطريقه دي بتستخدم مبدئيا كده، هي طبعا فيها عيب بس ان انت هنا خلي بالك الانرجي بتبقى كبيره، وغالبا دي بتستخدم في الدي سي واللو فولتج سيركت بريكرز. هنتكلم على لكن جرى هي طريقه مهمه جدا اهو. الريزستنس بقى بتاع الارك دي ازودها ازاي؟ زي ما اتفقنا كده من لسه قايلين من شويه ان الار بتساوي ايه؟ الار بتاع الارك بتساوي الرو في ال على ايه؟ فلو انا ابتديت لا اما هزود ال او ان انا اقل الكروس سكشن اريا، هتبتدي ان انت تقدر تتغلب على ان انت تزود الريزستنس دي. يبقى اول حاجه ان انا ازود الار الطول بتاع الار. ازود الطول بتاع الارك ده زي ما اتفقنا في اللو فولتج ممكن ان انا ابعد التو كونتاكت دول عن بعض اقصى ما يمكن. خلاص وهنشوف دلوقتي ممكن طريقه ثانيه ان انا ازاي اقدر ازود الطول بتاع الار. الحاجه الثانيه ان انت تعمل كولنج للار. طب ازاي الكولنج هيقلل الريزيستنس هيزود الريزيستنس بتاعتي؟ الكولنج ده هيعمل ديونيزيشن للميديم اللي موجود. طالما عمل ديونيزيشن في الالكترونز هيجرى ايه؟ هتقل، يبقى الريزيستنس بتاعتي هيجرى ايه؟ هتزيد. خلاص؟ الحاجه الطريقه الثالثه ان انا اقلل الكروس سكشن اريا، وده عباره عن ده بيتعمل ازاي؟ السلك بريكر نفسه بيبقى بتعمله بطريقه بحيث ان اول ما يفتح التو كونتاكت الاريا بتاع الارك تبقى محدوده جدا ما يقدرش ان هي تزيد معايا. اخر حاجه حاجه اسمها سبليتنج ذا ارك، انا اقسم الارك ده لمجموعه ارك صغيره بحيث ان التوتال لينس بتاعها يزيد. تعال ناخد كل واحده بالتفصيل كده. اول حاجه ازاي هزود اللينسنج اوف ذا ارك، ان انت تزود الطول ازاي بتاع الارك. تعال بص كده الموضوع بسيط قوي. هعمل ايه؟ عادي التو كونتاكت بتاعي بدل ما هم التو كونتاكت بالمنظر ده موفينج وفيكسد خلاص والمسافه بينهم، لا انا مش هعمل التو كونتاكت كده، هخلي الكونتاكت بتاعي شكله شكل هورن اللي احنا ايه شايفينه كده. ادي كونتاكت اهو خلاص ده الاولاني اهو، وادي الكونتاكت الثاني، واحد منهم فيكس وواحد متغير، ودلوقتي فتحوا زي ما احنا شايفين كده التو كونتاكت فتحوا عن بعض. طالما فتحوا اتكون ارك في نقطه واحد دي، في الحته دي مليانه ايه؟ مليانه ارك. طيب وانس ان اتكون ارك هنا، احنا عارفين ارك ده معناها هيت. هيت معناها ايه يا باشمهندسين؟ الهيت ده معناها حراره. طب الهيت حراره دي معناها الايه؟ الدنس بتاع الهواء السخن اقل ولا اكتر من الهواء البارد؟ برافو، الهواء السخن ده الكثافه بتاعته قليله، فيحصل ايه في الارك ده؟ هيبتدي يعلى هنا عشان الكثافه بتاعته هنا اقل تطلع لفوق، فبالتالي هنا زي ما شايف ايه اللي حصل في الارك؟ الارك زي ما انت شايف كده الطول بتاعه ايه؟ زاد، بدل ما كان في الحته دي الطول بتاعه كان صغير، ابتدى هنا الطول بتاعه يزيد. برضه هنا النقطة مهمة، أنا مش بعتمد كمان على الدنسي بس، ده كمان بعمل أنا الماجنتيك فيلد بحيث إن هو يزق الأرك ده لفوق شوية. إزاي؟ بخلي أنا شكل الكونتاكت هنا شكل مختلف شوية، بحيث تعمل فيلد زي ما أنا شايف عمودي على الصفحة أهو، داخل على الصفحة بتاعتي، خلاص وأدي التيار في الاتجاه ده. كلنا عارفين القاعة كده اليمنى، لو أنت عندك ماجنتيك فيلد وعندك فيه تيار ماشي اتنين عمودين على بعض بيكون فورس في الاتجاه الثالث، الفورس دي بتروح زقه الارك ده لفوق، يبقى يعني بدل ما كان هيبقى موجود هنا بعد شويه هيبقى موجود هنا، بعد شويه في بوزيشن 2 ده طول جدا، فالجهد اللي اتكون مش هيقدر يحافظ على الارك ده، بالتالي الارك ده بيضرب ايه؟ بيطفي. يبقى اللينسنج بتاع الارك موضوع بسيط جدا، ان انت خلينا شكل التو كونتاكت عباره عن هورن زي ما انتم شايفين كده. الهورن ده كل ما اول ما تكون الارك هنا بسبب الكثافه وبسبب الفورس اللي انت عملتها من الماجنتيك فيلد، ان انت زقيت الارك ده لفوق ان انت طولت. طيب ازاي اعمل ماجنتيك فيلد ده؟ الموضوع بسيط، بص كده، بص شكل التو كونتاكت هنا اهي، الكونتاكت هنا انت عامل زي كويل كده، وده كويل عامل لك ماجنتيك فيلد داخل او خارج من الايه؟ من الصفحه بتاعتك. خلاص؟ طيب دي كانت اول حاجه اللي هي لينسنج ذا ارك. الطريقه الثانيه الناس بتعمل ايه؟ بيقول لك سبليتنج ذا ارك، ان انت هتقسم الارك ده لمجموعه سمول اركس صغيره. طيب تعالى بص نفس الشكل الهورن جاب اللي هي اللي كانت موجوده اهو، خلاص ادي الهورن كونتاكت. هاجي هنا يا باشمهندسين احط شويه انسوليتورز اللي انت شايفها ايه؟ فايبر انسوليتورز اهو بالمنظر كده في الجزء الايه؟ اللي هو اللي فوق خالص من الهورن بتاعي، الحته اللي انا عامله الرسم باللون الاحمر ده، ده ايه؟ ده ماده عازله يا باشمهندسين، اكيد اكيد ده مش ايه؟ مش نحاس ولا غيره، ما لو ده كونتاكت يبقى انت كده هتوصل الاثنين مع بعض، لا لكن دي ماده عازله.
فاول ما حصل ارك في الكون هنا ايه اللي حصل؟ ابتدى الارك ده يطلع لفوق نتيجه الماجنتيك فيلد ونتيجه الدينستي، طلع طلع لحد ما يجي هنا عايز يعمل ايه الارك ده؟ عايز يمشي بالمنظر ده، لكن انت عدت الانسوليتور، فبالتالي المسار بتاع الارك لازم يمشي بتوين الايه؟ الانسوليتور دول بس. فانت هنا استفدت ايه؟ الطول بتاع الارك برافو، الطول بتاع الارك زاد جدا، فبالتالي الريزستنس جرالها ايه؟ زادت، يبقى التيار قل، يبقى انا قللت الهيت، يبقى انا اقدر اطفي الارك بسهوله. خلاص؟ يبقى السبريتنج ذا ارك هنا ان انت قدرت تقسم الارك بتاعي لمجموعه سمول ارك صغيره، وبالتالي الطول بتاعها زاد والريزستنس زادت والتيار قل، فتقدر تطفي الارك بسهوله. يبقى احنا اتكلمنا على هنا على اطاله الارك، لينثنج ذا ارك وسبريتنج ذا ارك. كان في حاجه لو تفتكروا اللي هي ايه؟ الثالثه كولينج ذا ارك. برافو. يبقى كولينج ذا ارك يعني انت عايز تبرر الارك. طب انا هبرره ازاي؟ الموضوع بسيط. ادي انت عندك موفينج كونتاكت اهو، ادي فيكسد كونتاكت، وتكون عندك الارك هنا اول ما فتحت. هروح اعمل ايه؟ هجيب تيار بارد وليه ضغط عالي جدا، يروح عامل ايه؟ تيار هواء بارد اهو، يروح زاق الارك ده. وانس ان هو زاقه ايه اللي حصل؟ انت بردت الارك هنا وزودت الطول بتاعه. خلاص؟ فبالتالي ايه اللي حصل؟ طالما انت عملت كولنج الارك يبقى الايونيزيشن جراله ايه؟ الايونيزيشن هيقل. يبقى الايونيزيشن بتاعه هيقل. خلاص؟ طالما قل في الالكترونز قلت يبقى الريزستنس زادت، يبقى انا اقدر اطفي الارك بسهوله. وده يستخدم في الاي بلس سيركت بريكر، وبرده في الاي سي اف 6 سيركت بريكر نفس الكلام اهو. عندك في ارك اتكون هنا، رحت انا جايب غاز اهو، غاز بارد، وراح زايد الارك ده، فانت بردت الميديم اللي هنا، وبالتالي الريزستنس زادت قوي، والار بتاع الارك زاد جدا، والتيار تقريبا بزيرو، فانت طفيت الايه؟ الارك بتاعي. يبقى انا عشان ازود ريزستنس على الارك قدامي كام حاله؟ نقولهم تاني كده، نراجع مع بعضينا. لينسنج ذا ارك، برافو. كولنج ذا ارك اهو، سبليتنج ذا ارك، طبعا اقل كروس سكشن اريا ممكن نتكلم عليها دي في الاويل سيركت بريكر. خلاص؟ يبقى بالتالي طالما الريزستنس زادت يبقى التيار ايه؟ هل يبقى انا هقدر اطفيه بسهوله. خلاص؟ دي كانت اول طريقه الهاي ريزيستنس ميثود. في طريقه ثانيه اللي هو ريزيستنس ميثود، او في ناس بتسميها كارنت زيرو ميثود، وبتستخدم في حاله الاي سي، ودي مشهوره جدا تقريبا نفس الفكره اللي فاتت، بس تعالى نبص ايه الفرق. بيقول لك هنا الزيس ميثود از امبلويد فور ارك اكستنشن في الايه؟ في الاي سي سيركت. دي بتكلم على الاي سي سيركت، ودي مشهوره جدا في الهاي فولتج والاكسترا هاي فولت سيستم. خلاص؟ بيقول لك خلي بالك هنا، انت كل تعالى كده ان عندي الكرنت بتاعي مش هو ساين ويف اهو. طيب تعالى بص كده، زي مثلا البريكر فتح في النقطه دي، فالكرنت هنا كبير، الكرنت فضل لوحده كده طالما ساين ويف ابتدى يقل يقل عند النقطه دي، الكرنت بكام هنا في الحته دي؟ برافو، الكرنت هنا بزيرو. مش كرنت بزيرو معناها ان كان الارك اتطفى ومفيش تيار ماشي، يعني في الحته دي هنا حصل ايه؟ الارك الطبيعي بتاعه اصلا خلاص، هنا الارك مبقاش موجود. خلاص؟ يبقى احنا ايه؟ تعالى هدي اهي، يا باشمهندسين اهو، يبقى ده التيار بتاعي اللي شورت سيركت. خلاص؟ هنا كبير جدا فالانرجي هنا كبيره، لكن عند النقطه دي التيار اصبح زيرو اهو. يبقى النقطه دي كده التيار اصبح، التيار اصلا هنا بزيرو، فبالتالي هنا اصلا مفيش ارك. بعد النقطه دي ايه اللي حصل؟ التيار هيبتدي عايز يمشي تاني زي ما احنا شايفين اهو، التيار هيبقى ليه قيمه. طب التو كونتاكت بينهم ايه؟ تخيل كده اهو، في الحاله الاولانيه التيار هنا كان ماشي، ففي كان في ارك موجود، كان في ارك بين الاثنين دول اهو. عند النقطه دي الارك ده يبتدي يطفي، فالارك ده زي ما شايف طفى هنا، لكن خلي بالك هو طفى لكن ما زال هنا الحته دي مليانه ايونز جدا، مليانه ايونيزيشن هنا. وانس ان اتطفى هتبتدي الايونيزيشن دي بتروح لها ايه؟ الطبيعه بتاعتها لو انت طبعا انت هنا عمال تعمل ايه؟ بتعمل كولنج او بتعمل لينسنج او بتعمل غيره، فانت هنا الايونز تبتدي تقل، فالعزل هنا الدايركتك اللي هنا ده بيحاول ان هو يستعيد الخواص بتاعته، وفي نفس الوقت في جهد هنا اللي بيتكون بين التو كونتاكت دول عايز يبتدي يقيم الميديم ده تاني. فهنا بيقول لك ان في سبق بين الدايركتريك وبين الجهد الموجود ده. والله لو الدايركتريك ده قدر يستعيد الخواص بتاعته بسرعه
ويتغلب على جهد ما قدرش يكسره تاني، يبقى انت هيحصل ايه؟ مش الاي هنا او الارك مش هيتكون تاني والموضوع هيبقى خلص. لكن لو الالكتر ده ضعيف والبوتنشال ده قدر يكسره تاني، هيبتدي الكلام ده يكمل لحد ما نوصل لنقطه الزيرو اللي بعده، ويبتدي برضه نشوف اللي هيحصل بينهم ايه. يبقى الفكره كلها عند النقطه دي، الارك اتطفى، فانت بتقول نشوف بقى عند بعد على طول هل هيحصل الارك ده هيكمل تاني ولا هيوقف؟ خلاص؟ لو الدايركت ده قدر يستعيد الخواص بتاعته ويتغلب على الجهد ده، يبقى مش هيبقى في ارك وانت كده نجحت في الارك انترابشن. لكن لو الدايركت ده ضعيف والجهد ده قدر يتغلب عليه، هيبتدي يحصل الارك ده يكون لحد ايه؟ لحد الصفر اللي بعده وهكذا لحد ما يطفي الارك خالص. خلاص؟ يبقى دي الفكره كلها اهو، ان انا عندي ان الكرنت بتاعي عند زيرو، فالارك خلاص كده تقريبا طفي اهو. فانت هنا بيبقى فيه سبق بين الايه؟ الايزوم، لكن ما زالت الايزوم موجوده. خلاص البريك داون هيحصل لو الجهد اللي اتكون بعد الكرنت زيرو ده قدر يتغلب على الايه؟ على الانسوليشن بتاعي. طيب يبقى الفكره كلها ان انت عايز الدايلكتريك بتاعك يستعيد الخواص بتاعته بسهوله، او يستعيد الخواص بتاعته او يزيد الدايلكتريك سنس بتاعه. يزيد ازاي؟ لان انت الايونايز بارتكل دي ان انا اتخلص من الايونايز بارتكل، ابتدي ابعدها بعيد خلاص، او اعمل لها ديونايزيشن خلاص. يبقى انت يا اما تعمل لها ديونايزيشن، يا اما تبعدها بعيد عن التو كونتاكت دول. معايا؟ طيب هنبعدها بعيد ازاي؟ او ان انا اعمل لها ديونايزيشن ازاي؟ بنفس الطرق اللي فاتت. ما انت خلي بالك هنا برضه هنعمل لينسنج ذا ارك، اذا جاب ان انت هتبعد التو كونتاكت دول. لما تبعدهم ايه اللي حصل دلوقتي؟ يبقى الجهد اللي هو الكبير، الجهد اللي اتكون في التو كونتاكت بعد الزيرو، مش هيقدر يعمل ايه؟ مش هيقدر يعمل بريك داون للميديم تاني، فبالتالي انت كده اتطفى بالنسبه لك. او ان انا اعمل ان انا اخلي الغاز بتاعي عند ايه؟ هاي بريشر. لما تخلي الهاي بريشر زي ما اتفقنا، الهاي بريشر بيعمل ايه؟ بيبقى عندك البريك داون فولتج اهو زي ما قلنا كتير، اللي عند الهاي بريشر هنا بيبقى الدايلكتريك سنس هنا كبير، فبالتالي الجهد اللي اتكون مش هيقدر يعمل له ايه؟ بريك داون. او ان انت تعمل كولنج، لما انت ما تعمل كولنج حصل دايونيزيشن، طالما حصل دايونيزيشن برضه مش هيقدر يوصل تاني. خلاص؟ طبعا في بلاست افكت ان انت تعمل سويبنج، ان انت الحاجات اللي هي المتأينه دي تبعدها عن الكونتاكت بتاع السيركت بريك، وده طبعا مستخدم في الاويل وفي الاير وفي الاس اف 6 سيركت بريك. يبقى اي طريقه من دول، سواء ان انت عملت لينثنج للجاب، او ان احنا استخدمنا هاي بريشر او كولنج او بلاست افكت، بتحاول ان عند الزيرو تعمل ايه؟ تخلي دايلكتريك يتغلب على الفولتج الموجود بالنسبه لنا. يبقى هنا بيقول لك ايه؟ عشان تفسر بقى ازاي الكارت هيدفع عند الزيرو، كان فيه عالمين، واحد اسمه سليبن وواحد اسمه كازي، ابتدى يفسروا الجزئيه دي، والاثنين بنفس تقريبا نفس الايه؟ المحتوى، كل واحد بيفسرها بوجه مختلف. دي اخر طبعا حته في المحاضره اهو، هنقول سليبن ده قال لك ايه؟ تعالى بص كده. بيقول لك هنا سليبن ده ان الموضوع كله عشان تدفن ارك هو سباق. سباق ده بتوين ايه؟ بتوين الدايلكتريك سترينث والسترايكنج فورتش اللي انت حاطه. تخيل كده عند زيرو، السباق ده ابتدى من عند النقطه دي. ابتدى هنا السترايكنج فورتش يتكون اهو، ابتدى يزيد، والدايلكتريك سترينث برضه يزيد. لا والله لو الدايلكتريك سترينث ده قدر ان هو يعلى عن السترايكنج فورتش، يبقى ايه اللي هيحصل؟ الميديم الجهد ده مش هيقدر يتغلب على الدايلكتريك بتاعي. طالما مش هيقدر يتغلب على الدايلكتريك بتاعي بالارك، معناها هيطفي. يبقى في الحاله دي، حاله الايه ده؟ الارك هيعمل ايه؟ الارك هيحصل ارك انترابشن. لكن لو الدايلكتريك سنس ده قل عن السترايكنج فولتج، تعالى بص كده اهو، معناها ان ايه؟ ان الفولتج ده اعلى من البريك داون فولتج بتاع الانسوليشن، فبالتالي في الحاله دي الحاله هيحصل ايه؟ الارك هيبتدي يتعاد تاني، وارك السترايك اجين. فالارك بتاعي هنا السترايك هيبتدي ان هو يحصل كمان مره خلاص، ويكمل لحد نص السايكل اللي بعده. في ناس هي بتحاول تعملها بطريقه ثانيه، تعالى بص عند الزيرو او عند كالنت زيرو، ادي السترايكنج فولتج وادي الدايلكتريك سترينث. هنا الدايلكتريك سترينث بتاعي ايه؟ اكبر من السترايكنج فولتج، فبالتالي هنا الارك هيطفي ولا هيكمل؟ الدايلكتريك سترينث هنا اعلى من السترايكنج فولتج اللي موجود بين التو كونتاكت، فبالتالي فعلا ايه؟ هيطفي الارك. لكن لو السترايكنج فولتج ده اعلى من الدايلكتريك سترينث، الدايلكتريك سترينث هنا اقل، فبالتالي هيقدر يتغلب على الدايلكتريك، فبالتالي الارك هنا مش هيطفي وهيكمل لنص السايكل اللي بعده. يبقى
سليبن قادر بسهوله ان هو يجيب تفسير لازاي يحصل ان الارك ده يحصل له انترابشن، وبالتالي كل البريكرز بتحاول انها تعمل ايه؟ ان هي تعمل تزود الدايلكتريك سنس ده باي طريقه زي ما اتفقنا، يا اما تزود اللينس بتاع الجاب، يا اما تزود البريشر بتاعي، يا اما تعمل ايه تاني؟ سبريتنج بقى الكلام ده، يا اما تعمل كولنج للارك خلاص باي طريقه، بحيث ان انت تزود الدايلكتريك سنس ده على قد ما تقدر بسرعه عاليه جدا عشان يطفي وما يحصلش السترايكنج اجين. ده التفسير الاولاني اللي حاطه سليبن. كان في تفسير تاني حاطه واحد اسمه قاضي، قال لك ايه؟ ده بيشوف الانرجي اللي موجوده جوه الارك ده بكام. تعال نبص عليها كده، بص كده موضوع بسيط. لو انا جيت احسب اشوف الانرجي اللي اتكونت في الارك ده خلاص، انت عندك التو كونتاكت في الاول خالص اهو، ركز معايا شويه، عادي التو كونتاكت اهو بتوع السيركت بريكرز، ده الفيكسد وادي الموفينج كونتاكت في البدايه. خلي بالك ايه، قبل ما يحصل فولت كان ده موصل والمقاومه صغيره جدا، فالبوتنشال هنا تقريبا بكام؟ بزيرو. حصل فولت فجاه بقى، اول ما حصل فولت لسه الكونتاكت دول مالهم؟ لسه الكونتاكت دول موصلين، طالما موصلين يبقى البعد عليهم بزيرو، فالباور هنا اللي موجوده في الحته دي بزيرو. طيب بقى عمل ايه الكونتاكت دول؟ دي اول حاله. الحاله الثانيه رحنا فاصلين الاثنين دول عن بعض، يبقى جبنا الكونتاكت ده والكونتاكت ده رحنا ايه؟ فاصلينهم بعاد عن بعض كده. اتكون ايه يا باشمهندس؟ اتكون ارك. خلاص؟ الارك ده عمل ايه؟ ابتدى يعمل هيت، فالهيت ابتدت تجرالها ايه؟ تزيد، ابتدت الهيت تزيد، اهي الهيت عماله تزيد. طب لحد امتى؟ انت هنا بتعمل كولنج وبتزود وتعمل سبريتنج وتعمل غيره، لحد ما الهيت تجرالها ايه؟ تبتدي والكرنت هنا يبتدي يقل شويه، خلاص يبتدي يقل. لحد بعد مده الحاله الثانيه، بعد الجزء الثاني ده، رحنا ايه؟ الارك ده اتطفى. في الحاله الثالثه هنا خلاص اصبح مفيش ارك بين الاثنين دول، طالما مفيش ارك يبقى اصبح التيار هنا بكام؟ التيار بزيرو، يبقى الهيت اللي اتكونت هنا بكام؟ الاي سكويرد بكام؟ الاي سكويرد ار بزيرو، لان التيار بزيرو، فانت وصلت النقطه هنا على الكيرف هنا نقطه زيرو ثاني، لاحظت انطفاء الارك، فدي اللي هي الارك انتربشن. ان بتوين هنا زاد، وبعدين ابتدى ان انت تعمل له كونديشن ابتدى يقل لحد ما وصل لزيرو زي ما انت شايف كده. خلاص؟ يبقى دي الهيت اللي اتكونت مع الايه؟ مع التايم. او الاول خالص كانت بزيرو عشان كان جهد بزيرو، ابتدت تزيد الهيت اهي، ابتدت تزيد، ابتدت تعمل لها كولنج ولا غيره، ابتدت تقل تاني، ففي النهايه خالص عند ارك انتربشن بقت بزيرو. طيب دلوقتي ايه اللي حصل بقى بالنسبه لي؟ انت ابتديت تعمل اللي هي الهيت لوسز اللي كونتها في الميديم دي، اللي هي الفكره كلها هنا ان انت ابتديت تعمل الهيت دي، ابتدي نخرجها من الميديم ده، عاوزين نخرج الهيت دي. ففي عندك هنا هيت لوس. الهيت لوسز دي اهو، لو انت عملتها بخط سي مثلا، خط كده بيمثل الهيت لوسز اللي جوه الميديم ده معايا. طول ما الجنريتد اقل من الهيت لوسز عمره ما يحصل انتربشن، لكن عند النقطه دي الهيت لوسز اكتر من الايه؟ الهيت جنريتد، يبقى عند النقطه دي يبتدي يحصل الحراره هنا تبتدي تقل، تمبريشر بتقل، يفضل يحصل ايه؟ الارك انتربشن. عند النقطه دي لا يمكن قبل النقطه دي يحصل ارك انتربشن، لكن بعد النقطه دي الارك هيطفي على طول. خلاص؟ طيب لو خلي التايم هنا بتاع الارك وصل لحد فين؟ من اول زيرو لحد هنا، التايم ده لو انت لقيته كبير، سي ماس تي 1 ده رقم كبير وعايز تقلله شويه، اعمل ايه؟ عايز نغير الهيت لوس سكيرف ده، نبتدي احنا نسرعه شويه. نسرعه شويه ازاي؟ احنا استخدم بدل ما كنت بخليه اتموسفيريك بريشر، لا اجيب هواء مضغوط وابتدي يزق الارك ده، التبريد بتاعه يزيد شويه. خلاص؟ او الفلو هنا تزود الفلو شويه. فطالما ان انت معناها ان انت الهيت لوسز ده بتزيد، يبقى السلوب بتاعه ده هيزيد شويه. لو انت استخدمت كيرف تاني اهو، زي مثلا هنا ده الهيت لوسز برضه، بس انت استخدمت هنا اسرعت شويه. ففي الحاله دي عند النقطه دي برضه الهيت لوسز اعلى من الهيت جنريتد، يبقى عند النقطه دي يبتدي الارك انتربشن ممكن يحصل من النقطه دي. ففي هنا برضه ايه؟ تايم تي 2. طبعا واضح ان التايم تي 2 اقل من تي 1 عشان انت خليت الهيت لوسز هنا اعلى من الايه؟ الهيت لوسز هنا. يعني بالنسبه لي هنا قاضي سيري بتقول لك ايه؟ بتقول لك مش هيحصل ارك انتربشن الا لو الهيت لوسز اعلى من الهيت جنريتد، فانت لازم تزود الهيت لوسز جوه البريكر ده على قد ما تقدر علشان تعمل ايه؟
علشان ان انت تقدر تطفي الارك بسهوله. ايه كلوسز دي؟ انا ازودها ازاي؟ اعمل كولينج او ان انت تقلل الكرنت، فبالتالي هيت لوسز دي جرالها ايه؟ الهيت زنيت نفسها تقل والهيت لوسز تكون اعلى منها، ابتدي اطفي الارك بسهوله. يبقى دي الطريقتين او التو ثيري اللي حاولت تفسر موضوع الارك ايه انتربشن. خلاص يبقى دي اللي هي كازنج سيرو زي ما احنا شايفين اهو. ابتدينا هنا شرح هنا الباور بزيرو، وبعدين الباور هنا عند المطافه بزيرو، وان بتوين زي ما انتم شايفين، وقلنا الايه الكيرف ده. هنقف لحد هنا. يبقى انا هنا في المحاضره النهارده تقريبا كده قدرت اعمل ايه؟ قدرت اعرف يعني ايه سويتش جير، قدرت اعرف السيركت بريكر ده اهميته او وظيفته في الدايره ايه، وبعدين انواع السيركت بريكر ايه، وبعدين ازاي ليه الارك، ليه ما بفتح التو كونتاكت الارك بيتكون، وازاي النظريات اللي اتعملت علشان تطفي الارك ده. اي سيركت بريكر بعد كده ان شاء الله هناخده في الكورس اكيد بيعتمد على السفير اللي احنا خدناها هنا او التمهيد اللي احنا عملناه هنا، عرفت ازاي الارك بيتكون وازاي بيطفي. شكرا يا باشمهندسين، واتمنى ان شاء الله تكون استوعبت المحاضره، وباذن الله نلتقي الاسبوع القادم ان شاء الله. شكرا يا باشمهندسين.